المخدرات آفة فتاكة تنخر بالمجتمعات، وتحد متعدد الأوجه يمس حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، تتسلل خلسة لتمزق النسيج الاجتماعي وتترك الأبواب مشرعة أمام الجريمة. جميع المجتمعات ضمن المنطقة والعالم تسجل زيادة في أعداد أو نسب المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها طبعا، وأيضا تنوع في أنواع هذه، يعني تغاير في أنواع هذه المنتجات وتأثيرها الخطير على كل حياة الإنسان والمجتمع، بدءا من صحته وعمل أعضاء الجسم وحسب مدة التعاطي وكمية التعاطي ونوعيات المواد المتعاطات، وأيضا تأثر نفسيا واجتماعيا إلى أن تؤدي بالفرد إلى نهاية مهلكة. مرضى الإدمان خصوصا خلال فترة الأسبوعين بالبداية اللي احنا نسميها إزالة السموم والأعراض الانسحابية، ممكن يكون مريض شوية صعب مزاجه، متعكر، يتهيج ممكن بسرعة، فلذلك احنا نوفر الأدوية اللي تساعده على تخطي هاي الفترة. الحكومة العراقية ومنذ وقت مبكر عملت على اتباع استراتيجية خاصة في مواجهة هذا الخطر المحدق بالمجتمع. ساعدها على ذلك تعاون المواطنين في كشف التبليغ عن أغلب الحالات. بدأنا بعمل كبير ومهم، هذا العمل يتركز في ضبط الحدود من خلال نشر أبراج وحفر خندق، وجود ساتر ترابي، تزويد قطعات قيادة قوات حرس الحدود بمنتسبين أكثر، بأجهزة ومعدات أكثر، دوريات مستمرة على طول الطريق. أيضا بالعمق لدينا خط دفاعي آخر اللي هو الجيش العراقي، كاميرات مراقبة، دوريات راجلة، هذا كله أدى إلى تجريد العدو ومنع التسلل، وبذلك أيضا منع من يقوم بالاتجار بهذه المادة. تتعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها وكلياتها وأقسامها المختصة مع ملف المخدرات بوصفه ظاهرة أولا تهدد المجتمع، وهذه الظاهرة تحتاج إلى تسليط ضوء خاص من أجل تحليلها والوقوف على أسبابها ودوافعها وانعكاساتها سلبا على المجتمع، وما هي الحلول التي ينتظره الرأي العام من هذه المؤسسات الأكاديمية المختصة من أجل وضع المصدات اللازمة لحماية المجتمع من هذه الآفة. جهاز مكافحة الإرهاب وحكم مهامه بحفظ الأمن القومي العراقي دائما هو في معرض تقييم للتهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي، وبالتالي ملف المخدرات دخل عليه الجهاز بقوة في ضوء توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبحكم ارتباط جهاز مكافحة الإرهاب مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة واستعداده لتنفيذ المهام اللي توكل إلى الجهاز من قبل القائد العام، تم إناطة مهمة متابعة تجار المخدرات وملف المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وخاصة في وزارة الداخلية، ودخل الجهاز في هذا الملف منذ عام 2022 ولغاية هذه السنة ومستمرين بهذا العمل. المعركة مع المخدرات وإن طال وقتها إلا أن هناك إصرارا على حسمها والحد من نشاط الجماعات التي تتجر بها. من جانب آخر أكو إجراءات أخرى قام بها سواء جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوطني من خلال عملهم. بالنسبة إلى جهاز المخابرات لديه مساحة عمل أوسع خارج العراق، واستطاع من خلال عمله القيام بعدد كبير من العمليات التي أحبطت دخول هذه المادة إلى العراق أو التعاون مع دول أخرى من أجل إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة. فيما يخص الأمن الوطني هناك عمليات نوعية الحقيقة تمت من خلال مطاردة وملاحقة المتاجرين بهذه المادة، خصوصا في المناطق اللي تكثر بها النزاعات العشائرية أو الخلافات، واستطاعوا من خلال المتابعة والتدقيق والمراقبة الوصول إلى تلك المناطق، وكذلك إلقاء القبض على من يقوم بالاتجار بهذه المادة.
تبادل المعلومات عن هؤلاء التجار، وهذا يتم بين الأجهزة الاستخبارية في جهاز مكافحة الإرهاب مع الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، وخاصة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. يتم التنسيق معهم للحصول على المعلومات الكافية، بعضها تكون معلومات من الجهاز يتم تبادلها ومقاطعتها ومشاركتها مع الأخوان في وزارة الداخلية، وبعضها هي معلومات أو ملف جاهز وبه مذكرة إلقاء قبض من القاضي المختص في وزارة الداخلية، ويقوم جهاز مكافحة الإرهاب بعملية التنفيذ والمطاردة وال طلعت لي اياه فدخنت، خلت لي اللي هو يصير نفس الملح الكريستال، هاي بداية قبل 4 سنين تقريبا. فاستخدمت جربت دخنت، هنا هاي تدخينتي الثانية كانت، ادمنت عليها بعد. الادمان واحدة من اخطر الحالات التي ترافق تعاطي المخدرات، الامر الذي يستوجب توفير الرعاية الصحية للمدمنين وتوفير المصحات والعلاجات، فضلاً عن التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى في مجال العلاج النفسي للمتعاطين. أوصل مرحلة أنه أنا مجنونة أتخبل بالشارع، لهالمرحلة وصلت، ما أعرف شنو الوهم من الحقيقة، ما أعرف شنو الشيء الكذب من الصدق، شنو منو ما أعرف. مجنونة تحكي ويا نفسها، تضرب، تقتل روحها، تنتحر، ما أعرف. وصلت مرحلة إنه العالم تركض ورا صيح لي مجنونة مخبلة. الشخص المدمن يحتاج إلى شغلتين أساسية لغرض العلاج. أولاً الدعم المجتمعي والأسري والإرادة القوية لتخلص من هذا الموضوع، وثانياً مكان مخصص للعلاج، لأن حقيقة الإدمان لا يعالج في، صعبة جداً أنه تعالج المدمن في البيت. فتم إنشاء هذا المركز في الشهر الرابع من سنة 2023 من البرنامج الحكومي في القطاع الصحي بسعة 125 سرير لاستقبال ضحايا المخدرات والإدمان بكافة الأعمار ومن كلا الجنسين. طبعا عندنا ردها متخصصة لاستقبال النساء، وردها للأحداث، وردها للبالغين. وخلال هاي الفترة اللي عملنا بيها تقريبا من الشهر الخامس لحد هذا اليوم، استقبلنا ما يقارب 9000 مريض، بين مراجع
بين استشارية، بين دخول، بين خطة علاج خارجي، وكلها هذه موثقة في سجلات رسمية داخل المستشفى. الجزء الأهم هو تهيئة المؤسسات الخاصة للتعامل مع هذه الزيادة وتدريب الملاكات المتخصصة في هذا المجال. هذا المجال مو سهل، سواء كان طبيب، ممرض، متخصص بالجانب النفسي، متخصص بصحة المجتمع، التواصل مع الجهات الأخرى المعنية، وزارة العمل مثلاً، وزارة الشباب، منظمات المجتمع المدني، أنتم في وسائل الإعلام، وهكذا. وزارة الصحة ضمن خطتها عملت على زيادة أعداد المؤسسات الخاصة بعلاج التعاطي. وإذا رجعنا إلى بداية عمل هذه الحكومة، في أول أيام، أول أسابيع أواخر العام 2022، افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء أكبر مؤسسة في العراق لعلاج حالات الإدمان، اللي هي مركز القناة. بدأت مع ملف يتضمن معلومات الطلبة المقبولين في الجامعات العراقية على مستوى الدراسات العليا، وتثبيت بياناتهم، وإجراء هذه الفحوصات في المختبرات الصحية الحكومية حصرا، وبعد ذلك نتائج هذه الفحوصات تسلم إلى مخولين من قبل الجامعات العراقية من أجل التعامل مع هذه النتائج بشكل علمي مدروس، وكذلك يعني مراعاة خصوصية الطالب ودعمه وإسناده من أجل الوصول إلى ممر آمن توصله إلى المصحات النفسية. وزارة الداخلية فتحت مصحات لهذا الغرض، واستطاعت من خلال عمل كبير وجهد كبير تقوم به مديرية مكافحة المخدرات من أن تعيد مواطنين إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، وأيضاً أن تقوم بعمل تثقيفي من خلال برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الصحة وباقي الوزارات الأخرى التي تسهم في خلاص شعبنا من هذه المادة السامة. حملات التوعية والإرشاد بالإضافة إلى الحملات التوجيهية كان لها دور كبير في المجتمع للحد من خطر هذه الآفة الفتاكة ومواجهتها، لا سيما دور المؤسسات التعليمية والتربوية في ذلك. شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراءات تنفيذية خاصة بعملية التثقيف والوعي داخل المجتمعات أو داخل المجتمع الجامعي والوسط الأكاديمي، وهذا الإجراء حقيقة يستند إلى فقرة خاصة وردت في البرنامج الحكومي، هو إطلاق حملة توعية وطنية تتولى مهمة التثقيف والوعي. وحقيقة هذا الموضوع ثبت في ورقة المنهاج الوزاري، ووقع على عاتق وزارة التعليم هو بدء عملية التثقيف. التربية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية تكون من خلال التوعية والتثقيف، من خلال المطويات، من خلال لقاءات مباشرة، من خلال وسائل الإعلام، ودور الشخصيات العامة المؤثرة اللي تكون أسوة أو قدوة لكثير من الشباب، يعني الشخصيات المحبوبة، ربما بعض الفنانين الفنانات اللي عندهم هذا جانب التوعوي. لابد أن نذكر كثير من الفنانين الرواد بالعراق لهم دور في موضوع التثقيف والتوعية بقضايا الصحية العامة، وإحنا حاولنا نستقطب عدد من عندهم. ولابد أن أذكر أنه الاستجابة من الأخوة الإعلاميين والفنانين والرياضيين كبيرة جدا، وحماسة نشوف من عندهم. هناك عمل كبير تقوم بأجهزتنا الأمنية والاستخبارية مع كل القرى الحدودية، وهناك علاقة وطيدة وعلاقة متميزة بيننا وبين هذه القرى، وأيضا هناك عمل كبير تقوم به اللجان التوعوية لشرح وتوضيح مضامين هذه الآفة السامة وخطرها على المجتمع وأيضا على البلد. لذلك لدينا عمل كبير في هذا المجال، لدينا تعاون كبير أيضا من قبل هذه القرى الحدودية، وأيضا لدينا تعاون كبير مع دول الجوار، كل دول الجوار متعاونة معنا في هذا المجال. أريد أقول لوالدتي: ماما أنا آسفة على كل شيء سويته، ماما عذريني على كل غلط غلطته، على كل سبب الأذية اللي حملت لكم إياها،
على سبب الألم، لأنه هذا ضميري صحة وهذا دي يأنبني كل دي يأذيني. أتمنى تسامحوني على كل شيء سويته، مهما يكون أني بنتكم غلط تتعاملون أنه تتركوني هيجي، فأتمنى تسامحني على كل شيء سويته. ثاني شغلة، خلي ينتبهون بس اللي هم الإدمان، يخليك ما تعرف شنو تتصرف، لا 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 تكون مؤذي فقط، لا تكونوا مؤذين هيجي. نهاية هذا الطريق كلش معروفة، فارجع وصلح من روحك، على الأقل صلح من اللي داير مدايرك من حولك، يكون معاملتك أفضل بهواية. الجهود الكبيرة التي يتم بذلها لمكافحة انتشار هذه الآفة وطبيعة عمليات الإجهاز على تجار المخدرات من قبل الأجهزة الأمنية ساهم في تضاؤل الأرقام والإحصائيات التي وجد أنها في تناقص مستمر.